نعم، من أقصاص آخر مباراة لبلال كانت مع المنتخب الوطني المحلي، سجل هدف في اللقاء ولم يكن يعلم أن ألمانيا ستفارقه بعد تلك المباراة بساعات قليلة. لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، رحنا أنا وحسين مترف الله فيد كي كانوا يلعبوا ليكيب ناسيونال، رحنا عند شيخ مهداوي اللي نطلبوا له الشفاء ان شاء الله ونطلبوا كاع المرضى المسلمين شفاء، وكنا نتحدوا كنا نشوفوا في المقابله في دار الشيخ، بدينا نهضروا عليه انا وحسين وشيخ مهداوي، بدينا نهضروا عليه بلي طري بون جوار عنده افيني ولعب عند شيخ مهداوي ولعب عنده، كان يحكي لنا قال لعب عندي في المنتخب العسكري بدا يحكي لنا عليه، قال طري بون جوار، قال طري بون جوار كذا، بدا يحكي لنا عليه باسكو هو اللي يعرفه، وحنا كمتتبعين نتبعوا شامبيون تاع الجزائر نشوفوا باللي كنا نهضروا عليه انا وحسين، قلنا باللي طري بون جوار عنده افيونير، نظن باللي مسكين الحاجه هذه ما تحققتش. قال لك اخر موسم تاعو هنا في الجزائر هذا العام كان يوجد باش يمشي ان شاء الله لاوروبا. سي كان طري بون جوار، انا نظن باللي كان حاب يحترف، كان قادر يروح باسكو راهو نظن باللي من احسن اللاعبين في البطوله. يميريتي شفناه في لو ديرني ماتش ديالو دار طري بون ماتش، ماركا بيناتي ومد باس ديسيزيف، نظن باللي كانت عنده افينير مي مالوريزمون الاجل الحق الاجل ديالو، هذه حاجه ربي ما نهربوش منها. حتى يعني عندي ذاكره معاه وين حنا لي زونسيان في اتحاد العاصمه كل جمعه نلعبوا، ودائما يعني حنا كي نكملوا المباراه تاعنا يدخلوا هما لي سينيور يونترينيو مع العشيه لا في تاع ماتش ولا غنشفى كي اليوم في الباركينغ انا وعز الدين رحيم، وهو كان خارج من السياره تاعو، ومن بعد قال له عز الدين رحيم قال له بن حموده قال له انت دوك راك في الوقت، انت هو اللي لازم تحكم يعني المشعل كلاعب، انت اللي تقود الفريق وبدا. والله العظيم غير مهبط راسه كيفاش يحترم، مهبط راسه يهضر مع عز الدين رحيم يمدلو في النصائح قبل ما يولي عز الدين رحيم كمدرب. سبحان الله انا ليماج هذيك هي اللي راهي مع اللي قال على الصعيد الشخصي الله اعلم، حب الجيران تاعو تكلم وقال لك انا يعني على الصعيد الشخصي على سمان الحفل تاع الزفاف تاعو. نعم هو الاخ تاعو شفنا يعني الوالد تاعو كان يعني تحلى بالصبر، نشوفوا لقطه مؤثره لوالده اللي نطلبوا له ان شاء الله ربي يصبره في وفاه بلال. خلوه يضربوا له اخواتي، خلوه يضربوا له نعم كان هذا فيديو مؤثر. حسين مترف لوالده قال لك ما حس في نفسي أنني لم أتكلم معه، لأنه بلال المرحوم بلال بن حمودة رحمة الله عليه كان حبيبا مفاجأة الأفراد العائلة تاعه مباشرة بعد الخروج من المنتخب الوطني، على ما أظن سمعت باللي توقف في مكان ما في العاصمة لاقتناء بعض الأمور الحاجيات لوالدته، يعني والدتها. كان حاب يعني دي يعني يأخذ معه إلى المنزل أمور لوالدته، حاب يخلي هذا الأمر مفاجأة يعني لحق الدار، ما يقلقش عليه الوالدين تاعو، ما يقولهمش باللي راني في طريق يتحيروا، لكن للأسف لم يكتب له الوصول إلى المنزل. الله يرحمه الله يرحمه، الموت حق خويا رضوان، ونشوفوا هنا نشوفوا الوالد تاعو كيفاش راهو في حالة يرتى لها. هنايا بطبيعة الحال كاين غير الوالدين هما اللي يحسوا بالأبناء، حنا صحنا نخرجوا رانا نمشوا رانا من لكن هما يقعدوا دائما محيرين ويسقسي ويعيطوا، ونشوفوا الوالد تاعو كيفاش راهو يبكي. نعم هي نشوفوا كان راح اشترى يعني بعض الاشياء للوالده تاعو، تشوف هنا بلي انسان خالوق، بلي انسان يخمم على الوالده تاعو. لا هو متعلق بزاف. وسمعت الوالد تاعو وين تكلم، الله غير ما حزة في نفسي كي تكلم امين واش قال؟ قال له موالف انا نقول له كي تكون داخل في الليل
شتي ايا من داك حنا نكملوا ماتش هكذا نحبوا نزربوا نربحوا هذيك الليله نريحوا نباتوها في الدار. كان يقول له كي تشوف روحك روطار، بابا كان يوصيه دائما يقول له كي تشوف روحك روطار يا وليدي بات وين راك؟ بات في الجي مع صاحبك ولا ومن بعد غدوه صباح كي تنوض ان شاء الله هكذا امشي بعقلك. هو الوالد تاعو هو ابن حموده بلال الله يرحمه كان يتكلم مع الاخ تاعو قال له خلي لي المفاتيح في البلاصه الفلانيه باش كي نجي ندخل ديريكت. والله غير فاجعه جد اليمه والانسان متربي وخالوق وربي يرحمه ويسع عليه ما عسانا الا الدعاء ان شاء الله. نسمعوا امين التصريح تاع الوالد تاعو في الجنازه في ميكروفون قناه الهداف. نستمع لما قاله والد بلال بن حموده رحمه الله عليه. وانا وليدي الله يرحمه انسان راه راني واش نقول كيما قال لي واحد هذا انت جبته هو وليدنا راه وليد الجزائر خلاص داتو الجزائر تاعها وانا اشتقيته ونقول الله يرحمه وادعو له بره. عنده في مدينه حجوط خاصه عنده مم في الجزائر العاصمه باسكو هو يقام بزاف في الجزائر حجوط يجي لها ولكن كي يجي مدينه حجوت الناس قاعده ترغب تكون معاه تهضر معاه تقعد معاه يسهروا معاه وهو يلبي خاطرهم هو ما يحاولش يقولوا ما نجيش اللي يقولوا راه حاضر هذا كاينه حاجه من ذاك يروح يعرضوه يلعب معاهم يجوا يقولوا لي يا وليدك راح نلعب انا نقول له علاش تلعب يقول يا بابا انا كيف ندير اصحابي نبغي يقول لك تتكبر ولا يروح يدير لهم الخاطر نتاعها وهاك على الصوره تاعكم توي كاين حاجه اللي حيرتني هاك شفتو عمره ما تيري بيناتي كي راح رفدها وراح يتيريها قلت لي يمه قلت لها كيف راح يضرب البيناتي هو جامي ما تيري بيناتي وشوف ذاك قادر الله يرحمه كيما راح المنتخب ما تلاقى ما عنديش نقاش معاه ملي راح المنتخب انا ويمه ما عندناش حاب يقول انا ما نعاودش نعيط له في المنتخب ما نبغيش ما نعيطلوش كي يكون هو يبغي يعيط لي يعيط لي بصح انا ما نحرجوش نعيط له بالك راه مشغول برك راه حاجه نديرونجي صافي دير ملي راح جي با كونتاكت معاه ما عيطليش حتى الاخيره خو قال لي خويا راه جاي وشكون راه جاي جايبو فلان صاحبه وقادر الله يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله من اقصص كلمات معبره لوالد بن حموده رحمه الله عليه. شفت قال لك سيت ان جوار بوبيلار بالك ساكن في حي شعبي نظن باللي هذه تبين امورات بزاف للاعب سيرتو المحلي باسكو جزنا على هذا الشيء هذايا نظن باللي الوالد ديالو مسكين سي نورمال صغير ما شبعوش سي نورمال يتاثر كما نقولوا حنا بالعاميه الكبده ديالو نظن ان شاء الله ربي يمد له صبر و ان شاء الله ثاني الصديق ديالو ثاني اللي ربي يرحمه ثاني اللي توفى معاه نعزيو العائله ديالو ثاني ان شاء الله اخر هدف فريق الوطني نظن باللي ادى مقابله كبيره مالوريزمون كانت اخر مقابله ديالو ان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله وربي يرحمه الجزائريين على كل حال قاعدين يدعوا له وهذه حاجة ربي وربي متصبر لوالده. فوزي الوالد تاعو قال لك الابن تاعي رحمه الله كان متواضع بزاف يلبي يعني طلبات الجميع. هذه حاجة أنا جو كونفيرم 100% بلال فري فري إنسان عاقل كالم ساج كي يهضر يعرف واش يهضر يحب يضحك بزاف يقصر يبروفوكي في صحابه هكذا كي يكونوا في روغروبي ولا دونك قدر الله ما شاء فعل ربي يعطي لهم الصبر ان شاء الله والد تاعو داير كوراج وان شاء الله ربي يعطي له الصبر الوالده تاعو والخوتو والعائله تاعو والكل والجميع واحد يعرفو ونزيدو نصبروا الاهل الصديق تاعو اللي حتى توفى اهل نعم صديق بلال الذي توفى نطلبوا لهم ونطلبهم ان شاء الله الرحمه إن شاء الله. والصبر ان شاء الله انا لله انا اليه راجعون انا اليه راجعون. نسمع كذلك مشاهدينا الافاضل لتصريح مجيد بوقرة مدرب المنتخب المحلي. ما كاش كلمه ربي يحبها هكذا الله يرحمه لوي سيد احمد سونامي صبر الوالدين وسي واش تحب دير بلال سي كيكان كون ايمي بوكو انورمومون ان جور افيك ان كرو بوتونسييل سيتي لافنيغ ديكيب ناسيونال فوالا الحمد لله اون غاردي بو سونير ما شاء الله كاع الناس جاو اليوم سا بروف لامور دي جون انفير بلال. Voilà, en tout cas, leurs parents peuvent être fiers. Quelqu'un de très bien éduqué, un super joueur, toujours le sourire à l'entraînement. Et voilà, Rabbi Habahagda, Allah Yahmo.
Et voilà, que tout le monde ne l'oublie pas dans ses doigts, c'est le plus important, c'est ce qu'il demande aujourd'hui, c'est tout. Et oui, Bilal, Ken Kul Daimen Farhan, depuis un an et demi, Ramaya, Kul Daimen Issadjer. Voilà, on garde un beau souvenir. Maintenant, il faut être. Voilà, faut penser positif et aujourd'hui, il a besoin que de doigts. Donc, pensez à lui. Alhamdulillah, Gad Zahir, Habbo. Inch'Allah, il mout Shahid. Et puis, c'est le plus important. نعم من مات حريقا فقد مات شهيدا إن شاء الله نحسن